بس من سواتك ذبا الوردي وعطر عفتاه النفس. عتابي صمت وزالي صمت ولا أنا الطيبة وحب الناس من طبعي. أنا الطيبة وصبري مرسى لوجاعي. أنا أهل ظلمتك إسراج لباقة دنيتك تلقى وفاي على قبلتك ووسدك ذراعي. أنا طيبة شفت منك جو ظلمك شوكة هدمالي. أداري خاطر المكسور وأنا أفتح باب لحزاني. على ما تشتهي سوي ما راح تلقى سوى ليلك تضوي تضوي. على ما تشتهي سوي ما راح تلقى سواي شمعة في وحشة ليلك تضوي تضوي. ما غير أقول شاسوي والبخت مايل شاسوي والبخت مايل شاسوي فيك. عجزتي أرضيك ولان من رضاك طايل. رحمة الله عليه، لا حول ولا قوة إلا بالله، إن الله وإنا إليه راجعون. يوم إنزين متى بتجون له؟ أخوش لا لا إن شاء الله أنا باكر الصبح عندكم بإذن الله. السلام عليكم. من توفى؟ أبو حمد صاحبي رحمة الله عليه، هذا ولد حمد دق يبلغني. الله يرحمه ويحلله، لا حول ولا قوة إلا بالله. حالا أنا بروح مكتب سفريات، بروح أحجز علشان بحضر الدفن والعزاء. وعرس بنتك؟ شو أسوي يعني؟ أشق عمري نصين، هذا أخو دنيا، بعدين عيال مساكين ما عندهم أحد، وأهل أبوهم معادينهم، يبي لهم ريال عود يوقف معهم بالعزاء. هي ما يخالف، بس هذه بنتك الوحيدة ولازم تفرح فيها، يعني أنت لازم توقف معاها، شلون تروح وتخليها بروحها؟ يعني شلون؟ أقول لهم أجلوا العزة على ما خلص عرس بنتي؟ بعدين أنا ما قصرت، كان يوم ملجتها رحنا وقفنا وفرحنا واختبينا، عشان ما قصرنا. وبعدين العرس حق الحريم ما هو حق ريائي. وإذا انشدت عنك بنتك شو أقول لها؟ خلاص يبقى أنا أدق عليها الحين ما فهمها كل شيء. ما يخالف، على الأقل أنت روح الدفن وأول يوم العزة وارجع يمديك. أتحجي عبري أنا العزة ثلاثة أيام
هو بتاخذ المسجله العزاء؟ بسمع فيها قران. يلا من يانا. الله يحييك يا خالتي. عاد سموحة منك، حتى العرس ما قدرت اني احضر، بس والله العظيم حاولت احصل اي حد يقعد مع امي بس ما قدرت، تعرفين وضعها، هي مريضة وما لها حد غيري. المهم عبور شلونها؟ شو مسوية بشهر العسل؟ والله الحمد لله مستانسة، وعسى الله بعد انت يبلغك ويفرح امي بتشفيك. قولي امين. امين. ترى يا حلوها عبورة تستاهل كل خير، ويا رب يا رب يتمم لها على خير.
ومحمد يحبها بعد لا تحاتين. اي انا ادري، بس عاد شوفي انا مو داقة عليك عشان نشرب شاي ونسولف. لا حبيبتي، انا داقة عليك لان عبير تقول لك كل شيء وابيك انت هم تقولي لي كل شيء. خير خالتي. فجر قولي لي، انت تدرين ان اخت محمد ريلها تزوجت طارق؟ شوفي انا قاعده احاكيك، قولي لي كل شيء ولا تخشين علي. خالتي انا ما ادري، يعني ما ادري عن شو قاعده تتكلمين اصلا. شوفي يا فجر، ترى لا تفكريني انا مدمغه وما افهم شيء ونايمه على اذوني. لا حبيبتي، انا ادري انها بينها وبينها علاقه قبل لا ياخذها ويحبون بعض، لكن لو مو بسالفه ابوها وابوه يوم فله. خالتي انا يعني تدرين ولا ما تدرين؟ هاتي من الاخر. خالتي انا كل شيء اعرفه ان عبير كانت تحبه، بس توني اعرف منك انه هو ماخذ اخت ريلها. عاد ليش شلون كيف والله العظيم ما اعرف. يعني حتى انت ما عندك خبر؟ لا هي هذه تغافلتنا وراحت تزوجت اخو البنيه اللي طارق خذها. ليش هو طارق ماخذ ريان قبل محمد ياخذ عبير؟ اي كانوا مالكين قبل. بس يا ربي شلون كذي؟ نحن حتى في الملكة ما شفناهم مع بعض، يمكن كانوا مسافرين. يا ربي ما أدري هي مبيت النية ولا أنا ظالمتها ولا شو السالفة. أصلاً أنا ما حبيتها من أول ما شفتها. إيه ما أدري شلون حسيتها وايد شي وايد عادية تفشل. هي قطع. أقول لك لو تشوفين لبسها أول ما أخذها محمد. يا ربي ضيم ضيم. إيه الله يعافي ريانو اللي علمتها شلون تلبس. راحت شهر العسل قطيعة تقطعها الله لا يردها. إيه كيف يا أقول الله لا يردها. أقول لك شيء براوج فيها الحين. لا تستعيني الحين راح اقول لك كل شيء. سارة؟ نعم. ماما تبي اشتحت. بيرجعون كلهم بليلة واحدة مو بمطولين. يا عسى ربي يتمم لهم. اي حبيبتي اي كلهم بليلة واحدة بيردون. محمد اخذ مرته وراح باريس وريان ويا ريلها في النمسا. اي بعد لازم يردون كلهم عندهم اشغال وايد ومحمد عنده وايد شغل. لحظة حبيبتي شهد جايتني مكالمة بشوف منو بدق عليك مرة ثانية. الو هلا. إيه هلا أنا ابتسام. نعم ابتسام. نعم على وين؟ رايحة مشوار سريع وبرجع إن شاء الله. إيه وين إن شاء الله؟ ماكو مشوار عند رفيجتي شهد.
خير؟ عسى ما شر؟ ماكو شر حبيبي، عندها مشكلة وبحلها لها، وبروح وبرد بسرعة وبكلمك من أنا برا. أقول إيش تارس لها الكبة ثياب عقب ما ترد من شهر العسل تلبسهم شهر البصل كيم كابزشان وأنا ما أدري مالت عليها بس ما شفتي حنون إيش سوت أقول إيش طلعت الثياب كلهم من الكبت كان أقصقصهم قطعة ورا قطعة يا ربي ختلت صور الحين بطرشهم لك على واتساب وشوف إيش سويت حبيبتي إذا ما كرهتها عيشتها ويننتها وخليتها تطفش من هالبيت أنا ما أطلع بنت أمي وأبوي هتجيب هذه Thank you.
ابوي ما راح تنام باكر قاعده من الصبح. يلا عشق كابس بقعد اشوف الصور عشان بنزلهم على اللابتوب لان اهلي بيشوفون صور السفر. زين اقول لك امي تحن تبينا باكر نتغدى عندها، ما ادري ايش عندها ملزمه. والهان عليك يحق لها. هذه لوعت كبدي، لوعت كبدي مو راضيه تشتغل. اقول لك محمد خدمكم قاعدين ولا نايمين؟ لا ما اعتقد، اكيد ناموا لانهم يقومون من فير الله. ليش تبي شيء بابا؟ لا بس بغيت عصير برتقال. ما ادري تيم متعوده قبل انام اشرب كلاس. عصير برتقال؟ بعد كم يوم بتقولين بروح اشرب حليب، بدات تطلع فضايح الزواج. تدرين شلون؟ بجيب لك ثلاجه صغيره وبحط لك اياها هني، حط فيها كل شيء تبي، حتى احط كاكاو بنشوف ما شاء الله تنزلين تحت. عبالك اليوم نازله؟ يلا عاد محمد يكرهك. هنا انا قاعد اسالك، بس رد علي. الحين هم قاعدين ولا نايمين؟ لا نايمين، روحي عادي. انجرحت. تعورتي؟ طاح من الجلاس وانكسر وانجرحت ريولها. تبين اوديش طبيب؟ لا لا ايش دوام لهالدرجه؟ الحين غسلها بماي نحط عليها بلاستر. ترى دشيت المطبخ وكان ظلمه وطارق ما شافني واغترى طاح من الجلاس. بسيطه ان شاء الله. تعالي تعالي اوديش الغرفه وانظف لك اياها. شوي شوي. في احد دش غرفتنا واحنا مسافرين غير الخدم؟ ها؟ ما ادري. شفتي احد دش غرفتنا؟ ايش فيك محمد؟ ما ادري. محمد صاير؟ في احد دش غرفتنا واحنا مسافرين ومشكك هدومك. شنو؟ واي عبور حرام، شلون صار كذي؟ محمد انت من صدقك؟ اي حبيبتي. بس غلط عيونك. الصبح. أي واحدة من الخدم تسوي هالحركة ما راح تقعد دقيقة واحدة، راح تتسفر. تلاشنا في الخدم وايد. يلا شوي شوي. ما أظن حد غرفتكم غير حنان.
أقول ما في بخور اليوم. خلص بخوركم. ها؟ هلا. أيوة. مدام قلتي هلا عيال لا في بخور ولا دهن عود ولا حتى ريوق بعد. لا، إيش دعوة؟ أكيد كل شيء جاهز حبيبي، والفطور أكيد حطته الخدامة، والبخور الشابي إلا كسرة بخور صغيرة، والكمبودي كاهو يسمع حسك. الكمبودي؟ أنا شذابحني غير هالكمبودي، بس حسافة عاد. الكمبودي هالأيام ما أدري إيش فيه، متغير علي مو على خبري. إيش فيك ما تفكرين من صباح الله خير؟ أبد. بتعلميني فيك؟ متكدرة شوي. أفا بيعي نفس سوق يبا؟ أشتريك بعيوني. تسلم لي عيونك. يلا قولي. ماكو شي حبيبي، بس صاحبتي متكلفة شوي بالمستشفى. إيه أنا بعد قلت أكيد عندها شخص عزيز عليها. في شي؟ شوفوا يبا، إذا زيارتك بتخفف عليها زوريها، روحي لها، زوريها كل يوم، ما فيها شيء، ولا تبخلين عليها لا بالدعاء ولا بالكلمة الحلوة. وأوصيك لا تنسين الابتسامة لا قبلتي على المريض، تراها ترد فيه الروح. أي والله. يلا عاد ننطر الكمبودي. شكر يا ظالمة، بعدين تقعدين تطيحين علينا وتسوين سوالف؟ يعني شلون؟ اشرب الشاي ما صخ؟ ها؟ حطي كيلوين شكر بالشاي، انا اعرفك اعرف سوالفك، ما توزين. ما لك شغل فيني. زين؟ يمه الله يرضى عليك، نوف خايفة عليك. يعني شلون بالله؟ الشكر ممنوع، الاشار ممنوع، الملح ممنوع، حتى الكاكاو قالوا ممنوع، شلون يعني شاكل انا؟ واي ما شيخة، بروحش طقم اسنانك ثلاث مرات بغيرته. ها ريانو بدينا بالطنازة. مالك شغل فيه يما شيخة، انا بزرريش كاكاو. اوكي عرفنا الخراب من وين. يا بعد عمري انت يا الغالية يا الاصيلة يا بنت الاصايل. عادي يقول لك ام شيخة ما تحب ترفع حق احد كلش نهائيا، خصوصا اذا لها مصلحة بهالموضوع هذا. انسي انسي، ما لها اي مقاقة بهالسوالف، انسي. فديتك انا. يلا باي حنان. خالد لا تنسون اللي وصيتكم عليه. ان شاء الله ان شاء الله. حبيبي تبي؟ لا بس هذا كذا. وايد ليش عم؟ يبا طارق ما يبي يشتغل ويا سعود، يبي يشتغل وياي في المشغل، كلنا نبي نكون يمي. ها وشغل الشركه؟ عمي ادري العرض ما يطوف مال الشركه، بس شو تسوي بالمزاج اللي قاعد قدامك؟ مو متعود مكتب واوراق. فنان يبا، فنان، والفنان ما يتقيد. ايه بعد بعض الناس لا تدوسون لهم على طرف. طبعا يبا طبعا، احساس يبا، احنا فنانين هني. هالانسان عشقه حياته بالفن والتصوير، يتنفس الصور. نفسي انا واحد مبدع بالاخراج وعندي مكتب ومجالي بالاعلانات، نحب كذي احنا. ولا ايش راي الحب؟ هذا كلامك. كلي بس. يعني انت شايف ان شغلك مع مرتك اريح لك. الله يوفقكم. على العموم انا تحت امركم وبالشوفه اذا احتجتوا حق اي شيء. تسلم. ايش حكى يا يبا؟ ما ادري، قلت انا بجيب الاغراض عشان لا احد يقول ايش عنده رايح المطبخ وكذي، عشان بس الموضوع. يا حافظ ايش فيك حبيبي؟ والله يوم البارحه فتحت الكبت ولقيت ملابس عبير كلها مقطعه. شنو؟ سويت روحي شاك بالخدم عشان ما الفت انتباه ولا شيء، مع ان ادري ان الخدم ما يسوونها كلش.
عيال منو؟ حنون؟ ايش فيها هذه يا النت؟ غيره يما غيره. تحبك؟ ايش تراني عنها عاد انا؟ زين الحين شلون بنتصرف؟ كيفك يما؟ تكفين انت دبري هالموضوع. انا قلت ما ابي اكلم لا نوف ولا ابوي ولا مرتي، ابيها تدري بالسالفه عشان لا تصير سوالف. ابيك انت تحلينا بمعرفتك. يما انا تزوجت عشان ارتاح. ما عشان متعمدتي تقعد تعيشني بدراما كل يوم. حليها يما تكفين. خلاص خلاص، روح انت دوامك وانا بتصرف ولا يهمك. بس عمرك طويل. ويطول لي بعمرك حبيبي. واي ايش كثر يحب ابوي، شفت شلون ابوي سهل؟ حبيبي عمي. حتى بقول لك ترى ابوي وايد يحب الانسان الاجتماعي، ترى انت لازم على طول تكون وياه، لما يروح دواوين يروح عروس، عرفت يعني بالمواجب خليك على طول وياه، ترى وايد فاضي بهالشيء. ليش؟ محمد وخالد ما يروحون معاه؟ واي من صدقك محمد مسكين، محمد بروح الاهي ويا دوام والشركة، وخالد عاد انت شايفه شوفت عينك بالمرة، انسى الموضوع، فبليز خليك انت وياه. خلاص تمام، انا اروح معاه. واي من قدي، ابوي سهل وريلي بعد اسهل منه، تيننون اثنينكم. حياتي انتي تلي. بعد روحي والله. طارق بقول لك شيء. ما ودك تغير سيارتك؟ ليش؟ بس احسها صارت وايد قديمه. لا عادي حبيبتي. يلا عاد طارق، ترى ما فيها شيء تجديد حلو. ما يخالف، انا بشتغل ايام وعدك الساعه اخذ لي سياره جديده. كذي قاعد اتصل لي وقاعد تخليني اعصب منك طارق، شلحت شنو تقعد تتيمم؟ ترى احنا عندنا خير ها؟ انتوا عندكم، انا ما عندي. ولا ما ارضى اخذ شيء من مرتي. ما ادري ليش انت مصعب الموضوع يعني، ترى كلش ما فيها شيء وبالعكس يعني انا قاعد اقول لك انا حابه هالشيء. ايش اتفقنا عليه قبل الزواج؟ قلت لك انا ما احب اخذ شيء الا اكون تعبان عليه. واتعب عليه اجيب لك ساعه ارضى مثل ما يبتراسك. عاد في هذه لا تقعد وتفلم، ترى انا اللي في راسك نسيت لما انا دقيت عليك وقلت لك ابيك تصورني، ترى انا عياره. ما يخالف حياتي، ادري ودك توفري لي كل شيء وما تخلي شيء بخاطري، بس خليني على راحتي انا احب كذي. خلاص سامحتك. زين. يلا خلينا ننزل المشغل. يلا ليتس جو. شلون بيت حمولتك؟ ايش اخبارهم؟ زينين الحمد لله، يسلمون عليك. الله يسلمهم. اقول يما، في عندي تيشيرت بيضه عليها زخرفه من قدام، تذكرينها؟ شريت لي اياها ما ادري وينها. وانا ايش دراني؟ ثيابك كلهم بالكبت، ما حد جاسم. يما ايش فيك؟ ليش تحكيني كذي؟ يعني ما تدرين ايش فيني؟ بتسالين عن طارق؟ كنتي تدرين انه ماخذ حماتك اختريلك؟ لا طبعا. عبور شنو بقص عليك؟ انا مثلي مثلكم، انصدمت لما دريت ان رايلها. هالرايلك دروا؟ دروا عن شنو؟ دروا انك انت معاه قبل. يما انت من صدقك شلون يدرون؟ تبينهم يقضبون الباب انا وياه؟ يعني شنو؟ انت وحبيبك الاولي مناسبين عائله واحده وقاعدين كلكم في نفس البيت؟ الله اكبر عليكم. واي يما لا تقعدين تولين، احنا ايش درونا بعد؟ احنا ما لنا ذنب. وهم ما لهم ذنب، رايلك واختها هالمساكين ما لهم ذنب. كلنا مظلومين، كلنا ما لنا ذنب. ارتحتي الحين؟ خلاص يما، انا حطرش ساقي ياخذ اغراضي. انا خبر البنيه تي بيتها عشان تستانس وترتاح. انا ايكم عشان تغثوني. يلا تستر، يلا تستر. مرحبا. أهلين. برد اليوم أستاذ. أوكي. أوكي. هذا بعد أوكي. بس اعتمدين كلهم خلاص، ما له داعي كلمة تجيبين. سمعيني، بتقولين حق سعد كنعان. احترم نفسك ونق لوكيشنات عدلة ومثل الأوادم، لا يجي لك طراق يلف لك راسك، أوكي؟ وسالفة البوم خلاص الغول يا من المشاهد، كل شوي نازل على المشهد نازل، خلاص مايكات، من يستخدم بوم؟ شو أخباري؟ في إيميلات وصلت؟ لا أستاذ ما وصل ولا إيميل، بس في إيميل واحد من نسرين. نسرين لا.
تفضل. تسلم ايدك. الله يسلمك. كذا الوحدة لما تكبر تحلم؟ علم نفسك. أنا شو بقى فيني؟ راح كل شيء، ما بقى فيني شيء، خلاص. بسم الله عليك، إن شاء الله لك طولة العمر. أي عمر هذا اللي تقولي عنه؟ تعرف اليوم جاسم شو يقول لي؟ يقول لي وأنت رايحة حق رفيجتك المريضة روحي لها وأنت مبتسمة، لأن الابتسامة مثل الدواء للمريض، فيها الشفاء. هو صادق، ما كذب. شفتك ترد الروح من دون كل البشر. خلي بالك أنا واحدة متزوجة على ذمة ريال. يعني شو بيأثر كلامي؟ كلام واحد ميت، لا بيودي ولا بيجيب. يلا عادي يا مساعد، بسك عن هالحكي، اذكر الله وتعوذ من ابليس، ان شاء الله ما في كل الخير. انها تحيلي من ليبر والادويه، لا ويقولون يبون يسوني جلسات كيماويه. خلاص وين العافيه اللي تقولين عنها؟ وين الصحه يا طويله العمر؟ بس سالفه رفيجتك هذه مشت على جاسم. انت تقص علي، تقص علي انت. خالص شلون بعد علي؟ تاير مبجر امشي عارنقات، تبي يصير فيني شيء انا. زين بكم تبديله؟ نفس المبلغ اللي اعطيتني اياه. حشه؟ انت شاري تاير من ذهب؟ شاري تاير ماركه؟ كارتير ولا جوتشي؟ خالي ايش فيك علي؟ ما ادري عنك. لعن بدارك، ما اعطك فلوس علشان تشتري هدية حق عيالي تستكثرها عليهم. بعدين تعال قول لي، انت مو محمد توه زايد معاشك وما اعطيك علاوة؟ انت وين تودي الفلوس؟ وين؟ خالي خليك من العلاوة، الحين تبيني اشتري هدية ولا شلون؟ قمت احاديهم ترى عيالك. تشتري طل؟ متضايق مني صح خالي؟ شكلك متضايق مني. تخلي الواحد يطلع عن طوره. زين خالي شوفني عدل تكفى يعني، بس لا تتمقل وايد امانه. ما اذكرك بالمرحومه ساعات؟ كل مره تسوي نفس السالفه، تلعب بالفلوس وعقب تجيني تذكرني بالوالده الله يرحمها. تلوي ذراعي. شو اسوي فيك؟ وعد، والوعد هذا وعد رجال، الشنب هذا مو على ريال اذا انا فعلت مثل هذه الكره مره اخرى. مع الاسف الشوارب تارسه ويوهكم وحركاتكم حركات بزراء. الفلوس تطلع من هني على طول السوق تشتري الهدايا، مو ترد تقولي طاحت المكينه ترى احطك مكان. حاضر امر يا غالي، الله يخليك لنا ان شاء الله. ريح يلا ريح. أنا الطيبة وحب.
شو اسوي والبخت مايل شو اسوي.